بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بكم في الورم وينتر ديبيت 2. أنا الدكتور أيمن خيري، أستاذ مساعد القلب جامعة أسيوط، وبرحب بالبانيليست أستاذ الدكتور عمر عواد، أستاذ الدكتور سامح شاهين، الدكتور حسام العربي، الدكتور ياسر بغدادي، والدكتور ضياء المنشاوي. الموضوع اللي هنتكلم عليه النهارده على الانتي ثرومبوتيك استراتيجيز ان هاي بليدنج ريسك بيشنتس افتر بي سي اي. ار وي ريدي فور ا كونسنسس؟ موضوع يعني دسم وقوي حقيقه، حضره زميلي العزيز دكتور طارق عبد الحميد، لكن هو لظروف قهريه ما قدرش يجي، فاللي هيقوم بالمودريتور انا ايمن، ومعايا احمد يحيى، وان شاء الله يعني نكون مودريتورز متعاونين. يعني amongst you today in this elegant annual meeting, and we are ready to navigate through this warm debate about the high risk patients within the context of elective PCI. So هنبدا يعني اول سؤال، ايه هو الهاي بليدنج ريسك؟ دكتور ياس، يعني لازم يبقى عندنا ديفينيشن للهاي بليدنج ريسك. بسم الله الرحمن الرحيم، تفضل بي. هو طبعا مشكله البليدنج ريسك ان الترايلز كلها اللي اتعملت قبل كده، كل ترايل تتعمل كل واحد يحط ديفينيشن اوف ا هاي بليدنج ريسك لنفسه. في ناس بس كانوا بيعتبروا مثلا ان البيشنت اللي على اورال انتي كواجولانتس فقط هو ده الهاي بليدنج ريسك، اذرز اللي كان عندهم رينال فيلير. دي كانت مشكله موجوده عشان توحيد البيشنت اللي عندهم هاي بليدنج ريسك، مش عارفين يوحدوهم قوي. المشكله الثانيه ان ا لوت اوف ترايلز كانوا بي اكسكلود البيشنتس اللي عندهم هاي بليدنج ريسك، بالذات في الترايلز ريليتد للانتي كواجولانتس. اي بيشنت مثلا تلاقي رينال فيلير يبقى اكسكلودد، اي بيشنت جاله مثلا ريسنت ستروك يبقى اكسكلودد. فالبيشنتس نفسهم ما بقوش عارفين، يعني احنا مش عارفين مين البيشنتس اللي عندهم هاي بليدنج ريسك، وحتى الديفينيشنز اللي موجوده ديوال انتي بليتليتس ولا هناخد تريبل ثيرابي انتي كواجوليشن، هينفع مع البيشنتس دول ولا مش هينفع. فعشان كده اجتمعت بانل في سنه 2018 وطلعوا بعد كده كونسنسس اللي هم الارك، ارك هاي بليدنج ريسك بيشنتس. هم دول بقى عملوا بقى بيها الديفينيشن دي في 2019، قالوا مين البيشنتس اللي هم يبقوا هاي بليدنج ريسك، واختاروا من الحاجات اللي موجوده معروضه دي 1 ميجر اند 2 ماينر عشان يبقوا بيشنتس دول هاي بليدنج ريسك، او ان يكون في مور ذان 1 ميجر بليدنج ريسك. تمام يا بيه، اتفضل دكتور. من المشاكل برضو ان في ميني سكورز تو اسس ذيس ريسك، اباوت 6 سكورز ابلايد، وما فيش توحيد لاستخدام السكورز. ثاني حاجه ان هو الديفينيشنز يوجوالي ديبندنج على بينيري نمبرز، يعني ما هيش سبيكترم، اتس بينيري نمبرز. كل دي بتضع صعوبات في الابلكيشن اوف بروبر ريسك تو بي ابلايد فور اول ذا بيشنتس. بالظبط، يعني بس ادي مثال. اتفضل دكتور ياسر. ايمن، انا شايف برضو ان نقطه مهمه احب برضو كلنا نتشارك فيها، ان المشكله ان الهاي بليدنج ريسك هو نفسه الهاي اسكيميك ريسك، وبالتالي انت بتبقى متكتف. يعني من ناحيه ان العيان اللي عنده مثلا رينال فيلير بتبقى انت عارف ان هو ده فيري هاي اسكيميك ريسك، وبالتالي محتاج تبقى اجريسيف معاه وتديله انتي بليتد ثيرابي وانتي كواجوليشن يمكن. وفي بعض الاحيان العيان ده نفسه هو اللي بينزف. دي الدايليما اعتقد اللي احنا فيها. بالظبط. To achieve the balance, yes. ومثلا انا هدي مثال على حكايه الباينري اللي قالها الدكتور عمر عواد. يعني واحد من الميجر كرايتيريا اوف هاي بليدنج ريسك ان العيان يبقى الهيموجلوبين بتاعه اقل من 11. يعني عيان الهيموجلوبين بتاعه اقل من 11 ده بيعتبر ميجر كرايتيريا وهاي بليدنج ريسك، وفي نفس الوقت عيان عنده انتراكرينيال هيموريج، فهو مساوي بين الهيموجلوبين ال11 وبين العيان عنده انتراكرينيال هيموريج. يعني لو ده يعتبر ميجر ولو عنده انتراكرينيال هيموريج يعتبر ميجر.
فدي تحسها مش منطقية قوي يعني. الأكثر من كده إن هيموجلوبين 11 ده ميجور. 11 وواحد من 10 11 2 من 10 ماينور. البينيري دايما it is not logic. بالظبط. ما فيش حاجة كده في الحياة يعني. شارف كت أوف. بس هما الأرقام دي على فكرة ما بيطلعوهاش اعتباطا، ده بيعمل ريتروجريد أناليسز وبيشوفوا مين العيان اللي كان أكثر عرضة للناس، فلقوا إن العيانين دول ار فيري هاي. السكور ده نفسه حتى لو الهيموجلوبين اقل من 13 اهو الفيميل اقل من 13 اقل من 12 في الفيميل اقل من 12 اعتبروا هاي بليدنج ريسك. يعني انا وانا داخل قصاره بعمل لازم دلوقتي صوره دم ولقيت الفيميل 11 ابقى عامل حساب انها هاي بليدنج ريسك واقلل في الانتي بليتلتس بتاعتها. بس برضك يعني عشان بس على معلش ان هم كاتبين في الارك هم كاتبين ان دي من الليميتيشنز بتاعتهم الباينري نمبرز بالنسبه لهم. يعني هل مثلا واحد هيموجلوبين 8 الريسك بتاعه زي واحد هيموجلوبين 10؟ لا مش هم مش عارفين. فدي ليميتيشن اوف ذا ارك هاي بليدنج ريسك بردك. تمام. ودي هم كاتبينها فعلا ان البليدنج ريسك سكور، اولا عندنا كذا بليدنج ريسك سكور، في الهاز بليد سكور، في الكروسيد كلنا كنا بنستخدمه، في الاي اس اتش، في كذا بليدنج ريسك سكور. دلوقتي طلع لنا واحد يعني سابع. هو السي ستاتستكس دي طريقه بنقيس بيها الاكوريسي بتاع اي موديل، فكاتب ان السي ستاتستكس اقل من 8 من 10. طول ما هي اقل من 8 من 10 بتبقى مش جود موديل اقدر استخدمه ديفينتلي والنتيجه هتبقى 100%. الباينري بروبلم الفراليتي والاسنستي، الفراليتي والاسنستي مش محطوطه في السكور، ودي نقطه مهمه وكلنا بناخد بالنا منها. ممكن ننقل على النقطه اللي بعدها. على النون فالفولار اي اف الانتي ثرومبوتيك ثيرابي. معلش قبل ما ملين لايمن برضو محتاجين نعرف راي الكونسنسس في البانل هنا. طيب هل احنا لغايه النهارده عندنا القرار اللي بناخده بناء على البليدنج ريسك؟ يعني لما تحسب الهاز بلاد سكور وتقول العيان مثلا طلع السكور بتاعه 3، هل انت عندك في الجايد لاينز ديسيجنز بتاخدها بناء على هذا الرقم؟ اعتقد لغايه النهارده ما عندناش الديسيجن كله. ما فيش، ما هي ديبيتابل بوينتس كلها، واحنا يعني فايده الدسكشن ان احنا نوصل لكونسنسس على الاقل، نفهم الاستادز اللي بتتعرض ونحاول نوصل لكونسنسس نعمله. الدكتور احمد السكند بوينت، حد من البروفيسورز ليه اي كومنت؟ هو الفيرست بوينت دي هي هوت بوينت الحقيقه، ومهما اتكلمنا فيها الكلام هياخدنا يعني. فحد حتى من الفلور عنده اي راي حتى في هيز اون او هيز اون كيسز بيحب يمانج ازاي في الحالات اللي هو بيعتبرها هو حتى شخصيا هاي ريسك بناء على الكروسيد سكور او الهاز بليد سكور؟ حد يحب هايلايت اي بوينت؟ هو السؤال في حد بيستخدم الديفينيشن اللي اتعرض دلوقتي؟ اعتقد ما حدش فينا سليم، يمكن مش كلنا بيستخدمه فعليا، مع ان هو مهم يعني. دي كانت كونسنسس شافت الريسك سكورز كلها اللي موجوده وشافت ان ده افضل طريقه لتقييم او لتحديد العيانين اللي هم الهاي بريدنج ريسك. هل انت عندك يعني زي الجوريثم تقدر تقول ان العيان ده هياخد مثلا تريبل ثيرابي فور 1 مانث او فور 3 مانثس او 6 مانثس ولا لا بناء على الهاي بريدنج ريسك سكور؟ هي النقطة انه يعني حتى الترايلز نفسها اللي احنا هنتكلم فيها النهاردة الاجابة السؤال ده جاي كلها استخدمت ديفينيشنز مختلفة بالضبط، لكن الكونسنسس قالت ان احنا مفروض نمشي على الديفينيشن دي في تحديد العيانين اللي هيمشوا على الدابت والديوريشن اوف دابت والعيان اللي هنمشي هنكمل على تريبل ثيرابي ولا مش هنمشي على تريبل ثيرابي. فدي نقطة لازم تتاخد في الاعتبار. تمام. طيب next point هي الثيرابي في النون فالفولار اي اف الانتي ثرومبوتكس اللي هنستخدمها هتبقى ديوال اورال انتي ثرومبوتكس ولا تريبل اورال انتي ثرومبوتكس؟ هي النقطة دي برضو من النقط اللي هي مش محسومة في الجايد لاينز وما هياش فيها ديفينيت انسر، وانا شايفها شويه ان هي ان لوجيك. من الضروري لما احنا بنستخدم تريبل انتي ثرومبوتيك ثيرابي
ان الريسك از بليدنج، ولما بنستخدم دبل احنا هنقلل الريسك اوف بليدنج على حساب ان ممكن الثرومبوتيك اتاكس وخاصه ستنت ثرومبوز لو واحد عمل انترفنشن او ايفن مايوكاردير انفاركشن تزيد. واجد ان هو لا يمكن ان يبقى فيه سوليد ستيتمنتس، النقطه دي لازم يبقى فيها انديفيدواليزيشن تيلورينج، يعني كل بيشنت اكوردنج تو هيز ريسك taking into consideration the bleeding risk and thrombotic risk. ولكن لو جينا نقول in general الاتجاه العام هو تقليل المدة وتقليل الجرعة، لان احنا عندنا بتاع 4-5 trials قارنت ما بين التريبل وبين الدبل، وجدت ان بالنسبة للبليدنج definitely الدبل احسن، وبالنسبة للثرومبوتيك سيكولي الاثنين ما فرقوش كتير. تمام، فهو الاتجاه لكده. يعني اعتقد كل الدراسات الجديده اللي اتعملت سواء كانت اوس ترايل او بتاعه الريفرس باير الريفروكسبان كلها لما استخدمت الدبل من غير الاسبرين بالذات كانت البليدنج اقل بكتير، فالمشكله كلها في استخدام الاسبرين. تمام، هو اللي كان بيزود البليدنج في كل ترايل زيت. هو السلايد دي بتوضح ان احنا عندنا لازم هندي اورال انتيكواجولانت في اي عيان اي اف عشان الريسك اوف ستروك، مفيش اختلاف على احتياجنا للأورال أنتيكواجلانت، بس احنا عندنا نوعين النواك والفيتامين كي أنتاجنس، وعندنا طبعا الكلوبيدوغريل والبي 2 واي 12 اللي هو التيكاجريلول، ده الأوبشنز التانية، وعندنا الأسبرين. الكومباينيشن بين التلاتة الأربعة سلايز دول الووست والريديول والبايونير اي اف والأوجوستس والإنتر والانترست اي اف، الاربعه او الخمسه دول قالت لنا الاحسن كومباينيشن هو بين النواك والكلوبيدوجريل. واحده واحده كده نمسك كل واحده قالت ايه. يعني الوسط دي من 2013 وهي اول واحده قالت لنا لا احنا لازم نوقف واحد من الانتي بليتلتس، وقالت ان التريبل بيقلل بيزود البليدنج عن الديوال ثيرابي نوفل اورال انتيكواجولانت او وارفرين هنا ساعتها بالمقارنه مع واحد من اثنين اللي هو كلوبيدوجريل وقف الايه الاسبرين. هي الترايل دي بالذات دي ار اكسكلودنج ات فروم اول ذا ميتا اناليسز لسببين. يعني دي من الترايلز القليله اللي ما كانش النواك مشترك فيها. تمام، والحاجه الثانيه ان الاثيريال فايبريليشن كان ليه اسباب متعدده ابارت من النون فالبر اللي احنا بنتكلم عنه. تمام، يعني ممكن ثرومبس في الليف فانسكل سمثينج لايك ذات. فكل الميتا اناليسز اللي استخدمت بعد كده والديسكاردنج الوست، بس هي دي كانت الايه، كانت حاجه مهمه قوي ان هو تريبل از وورس ذان اول ناس فتحوا الفتحه دي. يعني بعدين طلعت بعديها ريديوال بي سي اي ده بيجاترين، وقارنوا بين التو دوزز ال 150 مع بي 2 12 او ال 110 مع البي 2 12 و الوارفرين بالاي ان ار 2 ل 3 مع البي 2 واي 12 والاسبرين. ولقيوا انه مش بالنسبه للميجر بليدنج الدابيجاترين احسن من الوارفرين سواء بالتو دوزز، والانتراكرينيال هيمرج الدابيجاترين احسن من الاسبرين بالتو دوزز بالذات الدوز اللي هي ال 110، وهو مش انفيريور بالمقارنه بالوارفرين والتريبل ثيرابي في البريفنشن اوف اسكيميا. وبالتالي قالوا انه يعني وي كان يوز ات واحسن نستخدم الدوز اللي هي ال 110. الريدول فيها نقطتين، نقطه اجينست ونقطه ويز. الاجينست ان هم عملوا بولينج بالريزلتس ما بين ال 110 ملي جرام و 150 ملي جرام اند دي تيك ذا ريزلتس ان توتال على بعض، فدي طبعا. لكن النقطه اللي اضافتها ان هي قالت ان احنا عن طريق التحكم في الدوز we can individualize the treatment of the patient according. تمام، يعني لو عيان عنده high bleeding risk we can give 110، لو عيان عنده high thrombotic. هم وجدوا لما استخدموا 110 كانت ال incidence of stent thrombosis myocardial infarction زايد. أعلى، فدي اول رسالة تاخدت من هذه الترايل ان احنا قصدنا حركة في مش بس في النوعية والعدد والديوريشن ولكن في الدوز اوف ذا انتي ثرومبوتيك وي ار يوزنج. النقطة الثانية دكتور عمر برضو ان الترايل دي زيها زي التو او ثري ترايلز اللي جايين ما قدرش يحدد مين المسؤول عن البليدنج، هل هو الفي كي اي
ولا الأسبرين لأنه محطوط في مجموعة واحدة بالمقارنة الناحية الثانية مع النواكس والكلوبيدوغريل. فاحنا مش عارفين مين هو المسؤول، ها هو الأسبرين، هو بيقارن نظام بنظام، لكن ويتش دراج هو اللي مسؤول. ده هيتفادوه في الأوغستس ترايل، تمام، ان هم عملوا دبل راندومايزيشن وخلوا الأسبرين لوحده بحيث انت تقدر تعرف الأسبرين مسؤول ولا لا، وخلوا الفي كي اي لوحده. فهنشوفها بعد كده في الكلام اللي دكتور سامح بيقوله في منتهى الأهمية. هم لما لقوا ان لما بنحط الاسبرين البليدنج ريسك بيزيد قوي، ولما شالوا الاسبرين هل شيل الاسبرين كان ليه مردود كشيل انتي بليتلت من الحكايه، ولا لان اغلب الناس بياخدوا كلوبيدوغريل، فانت لما شلت الاسبرين عرضت جزء كبير جدا من الناس اللي هم عندهم كلوبيدوغريل ريزيستنس ان الثرومبوتيك ايفيدنس يزيد. فهل القضية كانت شيل الأسبرين، ولا قضية إن الشريحة اللي هي عندها كلوبيدوغريل ريزيستنس قليلة ظهرت على السطح؟ وبيقولوا إن ده بالنسبة للأذر نيو أنتي بليتس مش موجود، لأن مفيش قضية الريزيستنس. ويمكن عشان كده لما ظهرت الأوست ترايل وكانت بتتكلم على الشيفتنج للديوال ثيرابي مع الكلوبيدوغريل مش الأسبرين، أول جايد لاينز ظهرت بعدها didn't consider the loose trial، وكانت قالت انه لو هستخدم dual therapy هيبقى الوارفارين مع الاسبرين وما استخدمش كلوبيدوغريل loose trial. فوجئنا الجايد لاينز اللي بعدها 2016 رجعت راحت consider the loose trial مره واحده، مع ان اللي قبلها didn't consider it. مفيش سبب واضح يخلي الاولانيه didn't consider اللي هي كانت immediately بعدها والثانيه. فيعني الوست ترايل ما ينفعش تتحط مع بقية الترايلز لانها 400 عيان بس، بينما الباقي دول بنتكلم على 2000 و2500 و4000 في اجوستس ترايل تو ريتش ذا غير الديزاين بتاعها، لكن كمان العدد قليل جدا. بس هي فتحت المجال الحقيقه للفكره نفسها، الفكره بالظبط ان هو الجوال فيرسس تريبل انتي ثرومبوتيك ثيرابي. طيب حد من اساتذتنا يجد فرق ما بين الدابيجاترين الدوز ال110 او ال150 مع الهوم بيشنتس بتوعه؟ هو الحاجه اللي الدكتور عمر كان قال عليها ان البيشنتس لما بتاخد الديوال بدل التريبل بيزيد المايكوكارديال انفاركشن وبيزيد ستنت ثرومبوز. الوحيد اللي ما ظهرش فيه الحته دي هو الدابيجاتران 150، فالدابيجاتران 150 الوحيد اللي ما ظهرش فيه الانكريس انسيدنس اوف مايكوكارديال انفاركشن او انكريس انسيدنس اوف ستنت ثرومبوز. بس برضك ناخد في العلم ان هو كان فيه انكريس انسيدنس بس ما كانش سيجنيفيكانت. هو طبعا في significant reduction في البليدنج، وفي significant reduction في المورتاليتي، وفي significant reduction في cerebrovascular ischemic events. اما المايوكارديال events اللي هي المايوكارديال infarction والستنت ثرومبوزز دول زادوا but not to a significant level، حصل في كلهم ما عدا الدابيجاتران 150. وبالتالي دايما يبقى الموضوع زي ما برضو احنا اتفقنا في الاول والدكتور عمر اكد على كده، it should be individualized. يعني مين العيان اللي هو high risk of bleeding ومين العيان اللي هو high risk of thrombotic complications with stent thrombosis. ما نقدرش نقول العيان ده هو triple والعيان ده هو double بدون ما نأسس التو bleeding risk والthrombotic risk بتاعه. بس اعتقد في الأوغستس ترايل الناس اللي هم خدوا ما خدوش اسبرين وخدوا ميكسابان بس مع كلوبيدوغريل ما كان البليدنج كان اقل، وفي نفس الوقت الستنت ثرومبوز كان نفس الناس اللي خدوا اسبرين. تمام، احنا هي ماشي بالترتيب كده. احنا قبل الاوغستس ترايل هي ظهرت الترايل دي اللي هي البايونير اي اف، برضو دي سترونج ترايل. هي استخدمت اللي هو ريفاروكسابان 15 ميلي جرام، واستخدموا الزاريلتو او الريفاروكسابان 2.5 توايس ديلي. فبرضو فكره ان تو دوزز دول اللي استخدموها لمده 12 شهر، ومع وقارنوهم بالفيتامين كي انتاجونيست، ودي لا دي الديول وادي الريزلتس. لما استخدم الريفاروكسابان لما اظن نيكس تمام، لما استخدم الريفاروكسابان 15 ملي جرام الازرق والاصفر اللي هي ريفاروكسابان 2.5 ملي جرام كانوا اقل من الوارفرين، فريفاروكسابان احسن من الوارفرين. وقال ان هو ده يعني الستاندرد بتاع الكير بعد كده ان انا استخدم الريفاروكسابان مش الوارفرين في التريتمنت، وما كانش الكلام على الاسبرين في المرحله دي.
في البايونير اي اف. هو يعني برضو من الحاجات اللي كان اجينست البايونير هي الجرعه الغير مستخدمه في الريال لايف 2.5 ملي جرام توايس. This is not the dose we are usually used. ولذلك برضو في تحفظ على دخول البايونير زي الريدول في الميتا اناليسيس، لان الثانية خدت بولينج لتو دوز مختلفين. تمام. ودي استخدمت جرعة لا تستخدم. وإيه رأيك في الجرعة حضرتك اللي هي الخمستاشر مش العشرين؟ طبعا هو ده اللي ماشي مع الكونسنسس. انت هنا دي اللي بتثبت وجهة النظر اللي هو ان الدبل از سيف از سيف از تريبل، وفي نفس الوقت ما فرقتش كتير بالنسبة لل يعني حضرتك دكتور عمر في your practice you are using the 15 milligram زاريلتو او ريفاروكسبان بلس ذا كلوبيدوجرال، يو دونت يوز ذا 20 ملغ ولا على حسب العيان؟ لا على حسب العيان. يعني برضو بس التحكم في الجرعه ما بين 15 و 20 مش في 2.5. لا 2.5 دي يعني ديسريجارد، بليز ديسريجارد ال 2.5 ارم ده. احنا بنتكلم على ال 15. تمام. دي بقى على حسب انت شايف البوسيبيليتي اوف بليدنج اعلى فبتاخد الجرعه اقل وهكذا. على الرغم برضو 2.5 دي احيانا في الهاي بريدنج ريسك بتلاقيها يعني اكثر امانا، يعني ده احنا مستنيينها. ما جربناه. It's not protective in AF. You should not use it in AF. Not protective. Not protective. على الرغم هنا الريزلتس بتاعت الستاديز دي. هي not protective. يعني جابت. في الترايل نفسها كانت استعملوها. Effective. And it was effective. The sense thrombosis appeared to be similar between three groups. يعني زيها زي الوارفرين الاثنين لثلاثة. يعني at least it is an option موجود. واستخدم في كام عيان؟ يعني تقريبا هنا 800 عيان. لا انت ما بتتكلم على الدابيجاتران ان تو دوزز، دي دوزز متفق عليها. تمام. لكن لما تيجي تستخدم دوز محدش عارف ان ذا روكيت ترايل اللي هي بتاعت الاي اف ما كانتش مستخدمه. ما كانتش في الروكيت ترايل. هي بس تمام. يعني الترايلز دي كانت بتستخدمه كمونو ثيرابي. يمكن هنا في داتا مع استخدامها مع الداب قالت انها كود بي افكتيف. لا لا طبعا احنا مش دلوقتي احنا مش بنتكلم على جايد لاينز، احنا بنتكلم هنا بس هو هنا كده. بص حضرتك ايه الريفاروكسبان 2.5 دي بيت بوينت يعني توايس ديلي بلس الديوال انتي بليتليت مع الكلوبيدوجريل مع الاسبرين. هل انت شفتها في اي جايد لاينز؟ لا 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 مش جايد لاينز. تمام. يعني هو محدش هنا مقتنع بال 2.5 دي في الريفاروكسبان. ده مش كده وبس. ايه رايك دكتور عادل بيه اتفضل بيه. تمام صح تمام. ما كانش في بليدنج بس كان افكتيف. ولغايه وقت قريب كان الكلام على الوارفرين، طب ما نخلي الاي ان ار من 1.5 بدل ما يبقى من 2 ل 3 يبقى من 1.5 نقلله 2.5، لكن ما كانش في داتا واضحه. لكن الحقيقه الدوز 2.5 دوز مريحه في الكومبس ترايل بس مريحه نفسيا مريحة. لكن انا اديها وانا مرتاح ويبقى اسم اديته الدواء. بس اولا مش واضح في الاستادي دي الدابت استمر مع الريفاروكسبان قد ايه، ثم قلب بعد كده للدوز كام لما مع اتر فابريشن بعد كده. يعني قصدي مفيش بروتوكول واضح للعيان ده هيمشي ايه بعد كده لونج تيرم. الاهم من كده ان الميتا اناليسز اللي اتعملت على الترايلز دي استبعدت اثنين دوز ده. استبعدت الريو دول عشان عمل بولينج للتو دوزز، واستبعدت دي عشان الدوز ده غير مستخدم الدور. حتى في الميتا اناليسز. تمام. دكتور عمر موت الاستادي دي خالص. لسه طب ندخل على بعدها. طيب نيكس نموت. اتفضل. دي برضو اهو يعني الدوز بتاعت ده الكابلان ماير كيرفو قال لك ان هو التول دوز بتاع ريفاروكسابان الاثنين مش واحده بس الاثنين كانوا ديفينتلي افكتيف وكانوا بروتكتيف. ده سيفتي. تمام. ده بليدي. نيكست ندخل على الستادي بتاعت اليابان دي اللي هو الانترسس اي اف بي سي اي. دول برضو استخدموا حاجة اسمها اندوكسابان 60 ميلي جرام افري دي وقارنوا بالفيتامين كي انتاجونيست. هو ده مش موجود قوي غير عندهم او في نيكس معلش. وكانت الريزلتس ايه بروميسنج ان هو ديفينتلي امبروفينج ومفيش بليدنج عالي منه اللي هو الازرق بالمقارنة بالاصفر. نيكس
بس دي بقى اهم استوديو. انا عايز اتوقف عن الاستوديو ديت عن اغسطس سليمان، لان الديزاين بتاعها كان، لا ارجع تاني للاستوديو اللي فات، الديزاين بتاعها كان يونيك. هو جاب العينين كلهم اللي عندهم اف وهيستخدموا نصهم خد ابيكسابان ونصهم خد ماريفان وكلهم تمام. خدوا كل بيدو جريل تمام من الاول. النص اللي خد ابيكسابان قسمه تاني، ايوه، نص خد اسبرين ونص ما خدش، والنص اللي خد ماريفان قسمه تاني، أوه. نص خد اسبرين ونص ما خدش. هو ده الضي اللي انا بقول لك عليه. عندك اربع ارمس، ايوه، عندك اربع ارمس في الاستاد. هو بالطريقه دي قدر يعرف مين المسؤول عن البليدنج، هل هو الاسبرين ولا الفي كي اي. بالظبط، طلع في الاخر الاسبرين هو المسؤول عن البليدنج اللي حصل، وما كانش في اي فرق خالص بالناس اللي خدوا ابيكسابان مع كلبيدو جريل بالناس اللي خدوا اي ارم تاني خالص. الابيكسابان بالمقارنه بالفيتامين كي كان الابيكسابان احسن، بس الفول دوز اللي هي الخمسة مش الاثنين ونص، والاسبرين بالمقارنه بالبلاسيبو كان البلاسيبو احسن. فبين جدا هنا انه الاحسن ان انا ايه، انا اكدت على نفس النقطه ان الاثنين بالنسبه للسيفتي يمكن الابيكسابان كان متفوق، بالنسبه للافشنسي فرقتش سيجنيفيكنت جاستروينتستينال بليد. تمام، اتفضل. زي ما قلت لك انا اعتقد يعني، واعتقد كلكم متفقين وده اللي هيحصل بعد كده، ان الرول في اسبرين هينتهي تقريبا. تمام. وانت قلت سؤال مره، هل في حد مننا شاف في حالاته في الكلينيكال يوز بتاعه؟ يعني انا افتكر كان في عندي عيان مره بعد ما ركبت له الستنت حصل له هيماتيمسيس وكان ماشي على بلافيكس واسبرين، خلاص انا عملت له طبعا الجايدز بتاعته واديته بلاد ترانسفيوشن وانفيوشن ولافاج، بعد كده هوت من ثاني يوم مشيته على بلافيكس بس ومفيش بليدنج ولا اي حاجه. طيب يور روتين براكتس يا دكتور ضياء، هل انت عيان لسه ما حصلوش نزيف ولا حاجه، بتبتدي فروم داي 1 تريبل ثيرابي لمده شهر زي ما الجايد لاينز بتقول، ولا فروم داي 1 يو ستوب ذا اسبرين وتخليه ماشي على الكلوبيدوجرال بلس انواكس فقط من غير اسبرين؟ لا ببتدي بالنواكس مع كلوبيدوجرال بس وفروم داي 1 يو ستوب ذا اسبرين. This is your routine practice. بس دي سامح against the guidelines. Guidelines بتتحرك في الديوريشن بتاعت التريبل. الجايدلاينز بتقول يا دكتور عمر it's a class 2A ان انت ممكن تستخدم after one week. يعني the first week. After one week. Please keep the triple therapy for one week. اللي كتب على الوان ويك دي او من يوم لسبعة ايام هي الاهرة. الاهرة اللي عملت سيرفي بالنسبة لحوالي 43 سنتر. وشافت، لكن هو الكونسنسس لان this is the highest incidence of stent thrombosis، هي دي الوقت اللي بيقول الهايست الكونسنسس في اربع ويكس فور ذا تريبل ات ليست. يعني لو عيان عنده هاي بليدنج ريسك فروم داي 1، لكن لو مش هاي بليدنج ريسك لا 1 مانث. ايوه يعني لو هاي بليدنج ريسك فروم داي 1. في تحفظ برضو ان احنا الغالبيه العظمى والريكومنديشن في الكلوبيدوجريل، والملاحظه اللي هم قالوها بتاعه الناس اللي شلنا الاسبرين فزاد البليدنج جدا، لان شريحه كبيره من اللي بياخدوا كلوبيدوجريل في ريزيستنس، فلما تشال او لما تحط الاسبرين زود النزيف بشكل جامد. فدي نقطه لازم تاخد في الاعتبار. يعني ده مش موجود مع البراسوجريل ولا مع التيكرجرول، لكن موجود مع واحنا اغلبنا بنستخدم كده، ومش اغلبنا، هو المنصوص على كده. يعني هي في ميزه برضو في الاوجستس انها غطت الميديكالي الاكوت كرونيك سندروم ما حطش دعامات، او كرونيك سندروم وحط دعامات او جاي يعمل دعامات بس. فيعني 1700 عيان في كل ارم، وفي الثلاثه ارمز اللي هو اكوت كرونيك سندروم واليكتيف وميديكال تريتمنت، كان الابيكسابان احسن من الفيتامين كي انتاجونست. ونفس الكلام الاسبرين وجوده في الثلاثه ارمز حتى في الاكوت كرونيك سندروم وجوده كان سبب لانكريز بليدنج. والكونكلوجن ان انا الاحسن التريبل ثيرابي، انه الاحسن انا استخدم الابيكسابان ويزاوت اسبرين.